بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فيديو تابع لشامبو زيت الأرغان من أرغان لايف، وهو زيت الأرغان طبيعي 100%، تم تجربته من قبلي والحمد لله. هذا الزيت كان رائع جدا من أرغان لايف. هو زيت أرغان طبيعي 100%، يحتوي طبيعيا على مقدار عالي من الفيتامين E والعديد من الأحماض الدهنية الأوميغا، وكذلك يتمتع بخوائص تجميلية علاجية عديدة. استخدمته على الشعر، كان رائعا جدا. وهذا الزيت يصلح للرجال والنساء، للرجال لإنبات اللحية رائع جدا، وكذلك الشوارب وإنبات الفراغات ومحاربة الصلع وإنبات الشعر في الرأس. كذلك يصلح للنساء للشعر وكذا بشرة الوجه وإنبات الحواجب والرموش. ممتاز هذا الزيت، جربته وكان ناجحا مضمون 100%، لم أجد له أي أعراض جانبية. يمكن استعمال هذا الزيت بشكل يومي، كما يمكن استعماله بعد الاستحمام، رائع جدا. وهو قلت يعتبر مرطب ومغذي للوجه والجسم، كمضاد طبيعي كذلك للتجاعيد، حيث تمتصه البشرة بسهولة، لا يترك أبدا أي أثر سواء كان على بشرة الوجه أو الشعر. هو مرطب للبشرة، يرطب الشعر، قلت ممتاز للشعر قبل الاستحمام وبعد الاستحمام، يوضع كحمام زيت على الشعر، كما يمكن استخدامه بعد الاستحمام، قلت وآمن الاستخدام وللرجال والنساء. كذلك مفيد في تنظيف البشرة من آثار وندبات حب الشباب، يعطيك نعومة ولمعان للشعر. ممتاز من أرغان لايف. وكذلك هو مفيد للخطوط البيضاء والتشققات، يفيد للشعر وفروة الرأس، يقضي على القشرة، كما يعطي شعرك لمعانا وملمس حريري، يفيد في الوقاية من خطوط الحمل. كذلك يعيد النضارة والحيوية للبشرة بشكل عام، وخلال أيام قليلة فقط من استخدام هذا الزيت، قلت أنني قمت بتجربته ولم أرى أي أعراض جانبية. كذلك يقاوم، ممتاز لمقاومة شيخوخة الجلد. بالنسبة للشعر، يغذي الشعر، ينعم الشعر، يحمي الشعر من التلف، ينبت الفراغات، هو صالح للرجال والنساء كذلك. بالنسبة كذلك للأظافر، يقوي الأظافر ويعيد الحيوية لها، يخفف من آثار حب الشباب والندبات، الحروق والجروح. كذلك آمن تماما للاستخدام على بشرة الأطفال، جربته للأطفال كذلك للرجال للنساء، آمن الاستخدام، ليست له أي أعراض جانبية، آمن الاستخدام للحوامل والمرضعات وليست له أي أعراض جانبية. المجموعة كاملة، الزيت والشامبو من شركة أرغان لايف بتركيا. هذا المنتج لم أرى له أي أعراض جانبية، يمكن أخذه بالضغط على الرابط أسفل الفيديو الذي أخذت منه المنتوج. وهذه الشركة بها منتوجات أخرى كثيرة، سأحاول في كل مرة أخذ منتوجات وتجربتها وأذكر تجربتي بالفيديو إن شاء الله تعالى. بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.